من أجمل ميادين كرة القدم، أرضية ملعب ربح البيطات بالبويرة المعشوشبة طبيعيا تعد الفرق الرياضية بأداء جيد للعبة كرة القدم. منذ يعني مدة يعني الوضع تاع العشب يعني هو طبيعي 100%، ماشي كما نقولوا احنا الميادين الاخرى هما يديروا لابوس، احنا سي ميدان تاعنا يعني امبلونتي. الملعب يشهد عملية ترميم وتجهيز لغرف الملابس ومختلف القاعات، الا ان ما يعوقه قدرته على استقبال الجماهير التي تعتبر منخفضة وتحتاج ان ترتفع وتتجاوز على الاقل 35,000 مناصر. هذا الملعب يعني الموقع تاعو الجيوغرافي يعني البعد تاعو ما بين وبين الجزائر العاصمه 40 دقيقه، توسعه ل 45,000 مقعد، نقدروا يقدر يستقبل جميع الفرق الوطنيه والدوليه. مركب ربح بيطات الرياضي بملعبه الرئيسي وملاحقه المتعدده، وخاصه اذا ما لقي كل الاهتمام من حيث التجهيز، يشكل اضافه نوعيه لمنظومة الهياكل الرياضية القادرة على استقبال المنافسات الوطنية والدولية.